بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ورتيل القرآن ترتيل. اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. سورۃ مزمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو عزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على والقمر والنجوم مسخرات بأمره على العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه ليحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله أسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيل وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا تبعه شهاب ثاقب فاستفتيهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من النار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادات هو الرحمن الرحيم.
الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد وأنه صاحبات ولد وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنات والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت، عليك توكلت، وأنت رب العرش الكريم. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إن ربي صراط مستقيم. بإسمه سبحانه، بإسمه سبحانه حامدا ومصليا ومسلما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها وشراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مريض فهو يشفين. قل هو للذي آمنوا هدى وشفاء، وإذا مريض فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنين. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله،
يصيب به من يشاء يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إني توكلت على الله ربي وربكم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وفتح الله للناس من رحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسس فلا مرسل له من بعده وهو عزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحد يا الله يا أحد يا واحد يا موجود
يا جواد يا باسد يا كريم يا وهاب يا ذو الطول يا غني يا مغني يا فتاه يا رزاق يا عليم يا حكيم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان نفهيني منك بنفحات خير تغنيني بها أمن سواك إن تستفتيه فقد جاءكم الفتح إن فتحنا لك فتحا مبين نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب إن فتحنا لك فتحا مبين نصر من الله وفتح قريب اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أكفيني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك أمن سواك واحفظني بما حفظت به ذكرى وانصرني بما نصرت به رسلا إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق أنت الحق وعدك الحق بلقاؤك حق وقولك حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق وساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وعليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك اللهم عيني على غمرات الموت اللهم عيني على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي ووالدي، بسم الله ما أعطاني الله والله والله، الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر أزجرك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مارد ومن شر كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you. جزاك الله خير سب بہن بھائیوں کا جو بھی آئے ہیں جنہوں نے بھی سنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد و بارک وسلم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و عثمان بارا اٹلی. السلام علیکم عثمان بھائی. جتنے بھی بہن اور بھائی آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے بہن بھائی آئے ہیں. کسی نے کامنٹ کیا ہے، جو کوئی کامنٹ کرے گا تو اس کو ہم رپلائی دے دیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم لائیو کو بند کر کے رکھیں. جوائن فاطمہ. تھینک یو فاطمہ جی. السلام علیکم. گڈ مارننگ علیزہ بنت جوائن. کافی بہن بھائی آئے ہیں لیکن ان کا کامنٹ نہیں. یہ بھائی صاحب کریں السلام علیکم ماشاء اللہ. بھائی ملک بھائی عباس بھائی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فور کمنگ.
अगर कोई बहन भाई कमेंट कर देना, फिर पता चल जाता है कि इन्होंने मेरे कमेंट बंद नहीं किए हुए, या ये कमेंट बंद भी हो जाते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।